واحد بيقول هل تخصيص جزء من العشور لشراء شرائط او كتب صح ام خطا؟ هو طبعا المفروض ان العشور بتدفع للفقراء او للكنيسه. لكن لما انت تشتري بها كتب او شرايط يبقى برضه كتب الشرايط ملكك، يبقى كانك ما تنازلتش عن حاجه، بس استبدلت الفلوس بكتب وما دفعتش حاجه لربنا. كتير من الناس يحاولوا يحوروا مساله العشور لغاية لما تفقد الهدف بتاعها. الهدف بتاعها ان الانسان قلبه يكون حنين على الفقراء او قلبه ملتهب بمحبة الكنيسة فبيدفع، لكن يشتري بها شرايط وكتب ويقول دفعت عشور، الا لو الشرايط اللي اشتريتها تبرعت بها للكنيسة يبقى برضو وصلت الكنيسة.